بكم متابعي برنامج بصمة امرأة. اليوم احنا في ضيافة سيدة غيور على المنتوج الثقافي المغربي عامة والطنجي خاصة، كتعمل بجد وكتناضل من أجل استمرار الرقي الفن والأدب. هي أديبة وشاعرة إعلامية وتتقلد منصب ثقافي مهم. خليونا جميعا نتعرفوا عليها. وداد بن موسى ما يمكنليش نتكلم عليها إلا أنني نقول أنها إنسانة تحب الشعر، تحب الأدب، تكتب بنوع من الاحتفاء بالحياة. حقيقة أنا تشرفت كثيرا بهذا المنصب، وأعتقد أنني أثابر كثيرا من أجل أن أكون في مستواه. أنا مني كنت صغيرة وأنا كنشوف راسي إعلامية، هذا كان عندي حلم دائما وكبر معايا إلى أن تحقق في المجال الذي أحبه، في مجال الثقافي. طبعاً بدأت بالراديو، ويعني صدف أو أشياء كثيرة اللي جعلت مني أنني نحاور في جزيرة الفنان العالمي أحمد بن يوسف من خلال برنامج المشاء، وكذلك اشتغلت مع قناة ميدي أن تي في، واعتز بهذا الاشتغال مع قناة ميدي أن تي في من خلال الشرفة الثقافية التي كنت أقدمها كل يوم سبت، رصد للحركة الثقافية ببلادنا، ومن خلال برنامجي الحواري مسارات الذي استضفت فيه عديد الأسماء الكبيرة في المشهد الثقافي والسياسي كذلك ببلادنا. ككل التلاميذ اللي كيلقاو الفضاء مهيئ داخل البيت، أنا أقول دائما أن الفضل يعود إلى مكتبة والدي بالأخص، والفضل كذلك يعود إلى والدتي لتحفيزها على القراءة. فكانت مكتبة الوالد هي الفسحة الأولى، هي اللي حفزتني على مواصلة الدرب ومواصلة الكتابة الأولى اللي كانت طبعا عبارة عن خربشات، بعد ذلك تحولت إلى رغبة في النشر في سن 11 سنة أشهر في مدينة القصر الكبير. كان اللي كتنشر في واحد الجريدة، وطبعا كان فيها واحد الجو ثقافي رائع، كان كل شيء كيقرا الصحافة وكيعرف أن مثلا هذيك البنيتة راه ناشرة اليوم واحد، فكندوز كنحس أن العالم كله كيعرفني. التجربة الأولى طبعا كانت مع كتابات أولى، ولكن سرعان ما تحولت إلى مسؤولية، أصبحت الكتابة معنى وجود، يعني أصبحت الكتابة شكل من أشكال التعبير الذاتي، وتحولت ضمنيا بالنسبة إلي إلى فعل وجودي، لا يمكنني أن أكون دون أن أكون الكاتبة أو الشاعرة. فداخلي امرأة تسكنني تعشق هذا الصنف من الإبداع. أنا امرأة جبلت على الحلم، لا أكف عن الحلم، أحلامي كثيرة وأحلامي متعددة، وأطمح إلى تحقيقها قبل أن أغادر هذا العالم. المشاريع المستقبلية، أنا أشتغل على مجموعة، يعني صح لي مجموعة شعرية جديدة غادي تكون مع الدخول الثقافي الجديد، وغادي نسجل بها واحد، يعني إلى صح لي أن أقول تنوع، لأنه تدخل في إطار رسائل ما بين الكاتبة ومجموعة من الأسماء التي أثرت في مساري. فهذه تجربة مختلفة عن طريق طبعا القصيدة، هي دعوة فقط، ليست نصيحة وإنما دعوة فقط إلى التشبث بالحلم، إلى أن يكون لكل امرأة حلمها الخاص، أن لا تسجن نفسها داخل قيود المجتمع، وأن لا يعني تركن إلى العقلية الذكورية المستبدة في هذا المجتمع للأسف. على المرأة طبعا أن تقوم بدورها الأساس الذي خلقت لأجله، وهو دور الأمومة، ثم أن تخلق لنفسها مسارا معينا، سواء على المستوى على الصعيد مثل العمل ديالها أو أحلامها أو هوايتها أو طموحاتها أو نفسها أو شخصيتها، يعني أن تفرض نفسها وذاتها في مكانها وزمانها كأم، كفاعلة في المجتمع، وكصاحبة رسالة أيضا. مشاهدينا، وصلنا لنهاية الحلقة، موعدنا الحلقة القادمة مع ضيفة جديدة بإذن الله، كونوا على الموعد.